مساء الخير للجميع، معكم فواز حسين من قرية حرفيش في الجليل. اليوم الجمعة 12 شباط سنة 2021. أنا معكم في رأس النقورة، والغرض من الشريط هذا أبين بعض المعالم لخط سكة الحديد اللي كان يبدأ في إسطنبول تركيا، اليوم طريق سوريا، لبنان، فلسطين، أرض إسرائيل، ويوصل لعريش مصر. قلنا معلم من معالم خط الترين سكة الحديد اللي عم بحكي عنه. الإقبال مبين وين الجبل اللي يتعانق مع البحر، ويقوم في نفق اللي حفر في الماضي، والترين القطار كان ينفذ طريق النفق من الجهة الشمالية لبنان للجهة القبلية الجنوبية فلسطين، قلنا في طريقه للعريش. هاي هون بالضبط رأس النقورة، أهم بوابة بين إسرائيل وبين لبنان. شايفين سبحان الله جبل صخري بيوصل للبحر. قلنا هاي الجبال في اللغة العربية بيسموها جبال سلم صور أو المشقح في العربي، في اللغة العبرية بيسموها سلم صور، سلم صور يعني. صخر جيري أبيض، سبحان من خلق الدنيا، بسم الله. بالي بالضبط شط البحر، وين البعيد هاي مدينة نهرية، وراها للقبل عكا. هاي قلنا هون شط البحر. مشمس دافي، مع انه احنا بفصل الشتاء. قلنا الجبل العالي يعانق البحر. المعبر بين اسرائيل ولبنان فوقي الجبل على راس التل يعني. وهون من قبالي بين النفق اللي حكيت عنه، قلنا هذا النفق اللي حفر في الماضي أيام الإنجليز، والقطار استعملوا أكثر شيء الإنجليز في الحرب العالمية الثانية. يا في هون في الإنجليزي
سنة 1924، عفوا سنة 1942. المنطقة هاي اليوم منطقة سياحية، قلنا هذا هون بالضبط النفق الأرضي اللي كانت فيه تمر سكة الحديد من اسطنبول لعريش مصر. الإنجليز في الحرب العالمية الثانية استعملوا القطار لنقل الجيوش. كان هذا قلنا النفق باتجاه لبنان بقلب الجبل بقلب الصخر. كين وهي البوابة باتجاه إسرائيل. يقولوا الحاجي أم الاختراع، نفق في الصخر في الجبل عشان تمرق سكة الحديد اللي كانت بالقرب من شاطئ الشرقي للبحر المتوسط. شكرا لكم وإلى اللقاء.